أعوذ بالله أعوذ بالله. نيلي نيلي اجي من هنا زحمه اروح هنا زحمه هنا او هنا زحمه زحمه يا دنيا زحمه زحمه يا دنيا زحمه ايوه يا ميرو ايوه 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 زحمه ولا عادش رحمه مولد وشعره غايب. لا 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 نكش الفراخ ده انا ما يعجبنيش عايز شغل احسن من كده. بقول لك يا سعيد الله يبارك لك انا مش طايق نفسي انا مش لاقي حاجه اعملها قلت اجي راسي فيك شويه راسي فينا. ماشي يا عم سعيد اشتغل بذنبه. ايه ده ايه ده, إيه ده؟, إيه ده؟ عمي عمي ابويا ابويا مالك فيك ايه جرالك ايه انت كويس عم ريحان اكيد ما افطرش. الحمد لله الحمد لله. طب حد يجيب له اي حاجه يا جماعه طيب ولا طب قوم معايا قوم معايا على المهد. ايه يا جماعه في ايه في ايه طيب ماشي يا ريحان فيك ايه اتصل بالاسعاف. لا 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 الحمد لله ابقى كويس ابقى كويس. يا ريحان ما ينفعش اللي بتعمله ده انت لازم ترتاح لك يومين ثلاثه. انا هروح لام شهاب ده اجيب له عصير وسندوتش. طب خليك مرتاح اليومين دول وانتوا خليكوا معاه ولو محتاج يروح مستشفى انا ممكن اوديه. ربنا يخليك يا هاني تخيرك. لو احتجت حاجه يا عم ريحان بلغني. ربنا يكرمك يا هاني. انت كويس دلوقتي يابا؟ الحمد لله الحمد لله. يا عمي خضتنا عليك وقلقتنا انا عارف انك بتتدلع عشان عايز تقعد يومين على البحر. طب قوم معايا قوم معايا قوم معايا. لا 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 انا عارف ابويا عايز ايه. انا هنزل اجيب لك اكله سمين من السيده هترم عظمك كمان عارف انك بتحبها قوي. ايوه يا ولد مروان انا عايز اكله سمين. سمين لا لو على السمين بقى ده انا هنزل اجيب لك بنفسي واجيب لك شوربه الكوارع ترم عظمك. تعال يلا حبيبي تعال ريح جوه شوية تعال تعال على مهل على مهل. هناء هناء الو ايوه يا استاذ احمد هي تقريبا في الحمام. لا هي مجهزه نفسها اول بس ما حضرتك توصل رن عليها وانا هبلغها. ماشي مع السلامه. شوف راحت فين البت دي تختفي كده واحد يقعد يدور عليها. هناء 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 اصحي يا هناء هناء يا هناء في ايه انت ايه اللي نايمك هنا الساعه كام الساعه كام ساعه ايه ايه اللي جابك هنا ايه ده انا ايه اللي جابني هنا انا جيت لقيتك هنا منى ايه انا امبارح سمعت صوت نيلي والله العظيم ودخلت اشوف ما لقيتش حد. بسم الله الرحمن الرحيم انت هتخوفيني ولا ايه؟ ايه ده انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ابدا اصل ابدا اصل احنا لقينا الباب مفتوح فقلنا اكيد الاوضه سكرت ولا حاجه. الاوضه هتتبيض الاول وهتسكن اخر الشهر.
طب يلا بقى يا هناء عشان تلبسي، استاذ احمد زمانه جاي هنتاخر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 حرمه قلبي، انت وشك مخطوف خالص. انا هاخدها اوضتي اغسل لها وشها واروقها وبعدين ابقى اجيبها لك. تعالي يا حبيبتي، خش يا حبيبتي، تعالي تعالي. ايوه يا استاذ احمد، هي في الحمام. طب يا ريت تبلغيها ان انا واقف قدام الباب. لا خلاص انا هروح استعجلها، معلش اصلها كانت بتلم حاجتها. 10 دقايق بالظبط وهنكون جاهزين. طيب ماشي، مع السلامه. ماشي اوكي، مع السلامه. هي بقى لها كتير قوي، احنا كده هنتاخر. طب بقول لكم ايه، تعالوا نروح الحمام اللي فوق شكله فاضي. بنتي انت جديده هنا معانا صح؟ اه انا صابرين كليه نصم ومعلومات جامعه القاهره. بقول لكم ايه، طب يلا والنبي بسرعه. هناء هناء مالك فيكي ايه؟ هناء ايه ده؟ هو انت اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده، في ايه؟ مالها؟ مالك يا هناء، في ايه؟ هي بس شويه صداع، ما بتنامش كويس. تعبانة يا حبيبتي؟ اه هي تعبانة بس هتنام كويس وهتبقى كويسة. يلا بس نطلع دلوقتي. يلا احمد استني، ده كله بره. هناء مالك؟ حبيبتي هو ايه اللي عمل فيكي كده؟ هناء مش عارفة اعمل ايه. هناء فيكي ايه؟ وحشتيني قوي يا شوشو، وحشتيني.
ايه ده؟ مالك في ايه؟ مالها يا منى؟ ما فيهاش حاجه كويس. ما فيهاش حاجه ايه بس ما تبصي تحت عينيها اسود ووشها اصفر خالص، لازم تروح المستشفى يلا. لا لا هي بس ما نامتش كويس، هتبقى كويسه ان شاء الله. خلاص تعالي نامي في العربيه لحد ما اوصل المنصوره واجيب لها الدكتور على طول يلا. هي ما تردش عليا ليه؟ ما فيهاش حاجه هتبقى كويس. تعالي يا حبيبي تعالي. هات الشنطه. حبيبتي يا هناء خلي بالك من نفسك، اسبوع بس وهحصلك ان شاء الله، هتبقي كويسه يا حبيبتي زي الفل. علي من البن بتاعي قهوه مظبوط لمحمود بيه وقهوتي. تمام يا فندم. يلا. وحشتني يا حسين بيه. اندهشت من كلمتك وعزومتك على القهوه ليه؟ بس انت عارف غلاوتك عندي. مع ان انا عندي قضيه قتل مشغول فيها من امبارح وطمعي قفلت خلاص. انا عارف ان انا المفروض ان انا اللي كنت اجي لك المكتب. بس انا كنت عايزك في موضوع مهم. حبيبي يا حسين بيه عيوني ليه؟ قضيه نيلي خلصت انتحار. بس انا اكتشفت فيديو على موبايلها كانت بتصوره وهي داخله اوضه صاحبه الفيلا علشان تكتشف دليل. اتفضل. وده سلم الفيلا اللي البنات بتنزل منه، طالعين الحمام، رايحين المطبخ، نازلين خارجين. انا دلوقتي في طريق الاوضه الغريبه. هو ده باب الاوضه الغريبه اللي انا قلت لكم عليها. عايز تقول ايه يا حسين بيه؟ في خيال ظهر وراها في الخلفيه وده بيؤكد الشبهه الجنائيه وان في حد دفعها للانتحار. ده مش دليل، خصوصا ان الطب الشرعي اثبت انها بتاخد حبوب الوسم. البنت دي اتقتلت ازاي؟ طلعت وشنقت نفسها وربطت الحبل حوالين رقبتها كده. طلعت على الكرسي، طلعت على السرير. طب ازاي حضرتك بتقول انها واخده حبوب هلوسه؟ يعني متخدره. الموضوع ده في حلقه مفقوده يا حسين بيه. القضيه دي اتقفلت نهائيا واهلها استلموا الجثه ودفنوها. البيت ده فيه حاجه غريبه. انا عايز اذن تفتيش علشان اوصل للحقيقه. هات لي دليل واحد مادي وانا اديك اذن بالتفتيش. الموضوع فيه لغز كبير قوي وانا هوصل. No!
اهلا اهلا، اسم الله عليك يا حبيبتي، وحشاني. ايه ده مالها يا احمد؟ في ايه؟ مالها تزعلين مع بعض ولا حاجه؟ لا خالص، بس طول الطريق ساكته. منى بتقول ما نامتش من امبارح. لا لا انا بنتي فيها حاجه، بنتي مش طبيعيه. في بنتي بنتي تعالي، مالها يا احمد؟ هي طول الطريق ساكته ما بتتكلمش، مش عارف مالها. لا 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 ايوه انا من امبارح وانا قلبي مش مطمن، انا قلبي مش مطمن، بنتي فيها حاجه. افتحي يا حبيبتي افتح، تعالي اكسر الباب، البنت تعمل في نفسها حاجه. يا هناء افتح اكسر. حبيبتي بنتي اسلتها كويس يا اخويا، اسلتها كويس يا حبيبي. هاتها ينعس، هاتها عالسرير. بنتي بنتي مالها حبيبتي بنتي؟ هناء يا بنات يا بنات، جايبه لكم معايا شويه ميك اب، انما ايه عسل عسل بجد. بتهزري؟ اه والله. وريني طب بسرعه. استني شوفي شوفي وريني. ايه ده ايه ده؟ شوفوا حاجات حلوه قوي، تحفه تحفه. إيه على فكره الحاجات دي مستعمله. ايه مستعمله ايه يا اختي؟ انت عارفه الحاجات دي جايباها منين؟ طب انا عندي كوافير كبير قوي قد الدنيا، اللي بيعمل النجوم، عارفه هيفاء وهبي ونسي عندهم؟ هي الحاجات دي بتاعتهم. اه والله دي تحفه. تتبقى بقى ايه؟ الحاجات دي بتتبقى عنده كده وانا باخدهم منه بسعر رخيص قوي. يا سلام والنعمه. بتبيعهم جمله بقى؟ ايوه بسعر الجمله. عارفه ده بكام؟ اللي عاجبك ده؟ بكام؟ ب 20 جنيه. بتهزري؟ والله العظيم. واللي في ايدك دي قولي بكام؟ كام؟ ب 20 جنيه برضه. لا بتهزري؟ اه والله. يا حلوه قوي، تحفه تحفه تحفه، هيعجبوك قوي. بقول لك ايه؟ ما تقولي تجربيها قدام ان هي احسن. دي بتطول الرموش جدا. وانت يلا يلا روحي انت كمان جربي، هتعجبك قوي. استني بس اللون ده، استني يلا هجرب الروش ده كمان. اني ده بتقول لك ب 20 جنيه. حلو قوي، تحفه تحفه عليكم يا بنات، والله تحفه تحفه تحفه. هي عليك امارات. بصي بقول لكم ايه يا بنات، انا تعبانه قوي وخلاص بقى، انا عايزه انام. بصوا انا هسيب لكم الحاجات دي، اختاروا منها اللي انتوا عايزينه وبكره نتحاسب. ماشي اوكي. بصي انا هشوف كده وهنشوف هناخد ايه واقول لك بقى. ماشي. لو على فكره لو خدتوا حاجات كتير انا ممكن اقسطها لكم. ها فعلا؟ والله حلوه الفكره دي. بكره نتقابل بقى. بصي انا هقول لك دي حلوه قوي. ده تحفه حبيبتي. بس بالراحه يا حبيبتي، سوري. استني يا هناء. طب بس هي بص، طب هناء يا حبيبتي هيكشف عليكي، بس ما تخافيش يا حبيبتي. ايدك يا هناء. اه بس انت شوف ايديكي يا حبيبه قلبي. لا لا يا قوي يا ام هناء، مش عارفه بنتي بقى، مش عارفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. انت سلام، بالراحه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا قلب ام. ثواني ثواني. بنتي 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 بنتي. تعالي يا مالها يا دكتور؟ مالها يا دكتور؟ خير ايه؟ انا مش شايفه بنتي فيها خير. بسم الله يا حبيبتي. الله اكبر الله اكبر. تعالي يا تعالي، فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه يا دكتور؟ قولي. خير ان شاء الله. تعالي اتفضلي ورايا. اتفضل. بسم الله يا حبيبتي. تعالي يا استاذه ورايا. حاضر حاضر حاضر. تعالي ورايا. خير يا دكتور؟ طمني. خير يا دكتور؟ في هذا سايكيك تروما. سايكيك تروما؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. الدكتور بيقول عندها انهيار عصبي. يا ستي السودا جالها منين؟ دي 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 ده زي الفل، ده فرحها اخر الشهر يا دكتور، وكانت مبسوطه وحلوه. لا 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 اكيد البنت جرى لها حاجه. ازاي؟ اهدي بس يا ماما، نفهم. اهدي بس يا جماعه، الانهيار العصبي ده مرض بيصيب اي حد، بس يعني ضغوطات حياه مش اكتر. هي فعلا عدت بظروف مش كويسه، واحده صاحبتها انتحرت وهي كانت متاثره قوي باللي حصل ده، بس انا ما سبتهاش، انا فضلت معاها لحد ما بقت كويسه، لحد ما هي قررت تسيب السكن اللي حصل فيه الواقعه دي. احنا فرحنا كان اخر الشهر يا دكتور. يبقى هي اكيد جواها مش قادر ينسى صاحبتها اللي انتحرت. عموما انا كتبت لكم على مهدئ. اه وفي الدكتوره نجاة المختار، دي افضل دكتوره تقدر تعالج هناء وتساعدها. عامه هي عيادتها في القاهره. طيب. وانت برضو بيخلي احمد ياخد هناء ويروح لدكتوره نجاة. شكرا. تمام. شكرا يا دكتور، وربنا يطمنكم عليها ويشفيها ان شاء الله. يا رب. يعني هتبقى كويسه يا دكتور باذن الله يا امي، ولو احتجتوني في اي وقت انا تحت امركم. شكرا. بعدك يا دكتور. مع السلامه يا ابو حميد. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. ربنا يكرمك. مع السلامه. مع السلامه.
بسيط. ازاي بسيط؟ بسيط ان شاء الله. يلا عيش حبيبتي. يا رب. بسرعة بسرعة. يلا يا حبيبتي تعالي يلا تعالي. يا بنت بقى وانا هتكلم الشخصية الشخصية. لا يا بنت حبيبتي. لا يا بنت حبيبتي.